دائرة التمثيليات في إذاعة دمشق تقدم التمثيلية الإذاعية سورية أنت العيد. سورية أنت العيد. التأليف أحمد نعمان، من مكتبة الإذاعة السورية. المخرج المنفذ حمدي شويكي. الإخراج جمال عقاد. وينك يا أبو دياب؟ لك وينك يا شايب؟ أبو دياب؟ أبو دياب؟ مين؟ أبو تحسين؟ أهلاً وسهلاً. أهلين. إن شاء الله كل عام وأنتم بخير. وأنتم بألف خير. إنه هيك يا منظوم، لا حس ولا خبر، لا اتصال. بترجع على البلد على الهسي. حقك علي يا أبو تحسين. والله مشغول شوي بالبيت. إن شاء الله كل عام وأنتم بخير. عليم الله. إني انسريت بشوفتك. بدي أسألك، طمني طمني على عيالك، إن شاء الله كلكم بخير. الحمد لله، الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. خليها لربك يا شهر. هلأ هيك رح نضل واقفين على الباب؟ فضل فوت فوت. لا لا معلشي، أنا شايفك مكركب وعم تشتغل. خلص شغل وبعدين بجي. أقلك أخي فوت، بنقعد بجنينة شو بنا. فوت شهر. فضل خلاص بودك، اجي انا والعيال وعايدك رسمي. فوت كمل شغلك، فوت. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وينكم يا جماعة؟ هون هون، ليكني بالمطبخ. أهلين بابا، أهلا وسهلا. إيش هالريحة اللي بالشهي. الله يعطيكم العافية. شوفوا، تعملوا حسابكم سكبة للشباب اللي على الحاجز، ضيافة العيد. إيه مو على عيني يا أبو تحسين. هلأ بدكم تحذروا مين رجع على الحارة. مين بابا؟ أحكي مين؟ والله مين أحكي؟ إيه لا لا، ما رح أحكي. يلا بقى خلصوني، قولوا هدول جماعة من زمان ما شفتوهم. بيت أبو معتز؟ لا لا ما حذرتي. أنا عرفت بيت أبو موفق. كمان ما حذرتي. عم بقلكم بخصونا يا ستي وبيقربونا كمان. خلص أبو تحسين، والله تعبنا، قول مين وخلصنا بقى. يا ستي رجعوا بيت أبو دياب. بصلاة محمد رجعوا. الله يبشرك بالخير. بزمتي فرحت بالخبرية من كل قلبي. يعني خالتي أم دياب وخيرية والولاد كلهم رجعوا؟ هو والعيلة روقي. يا سلام يا سلام، الحمد لله. أخيرا لقيت مين رح روح لعنده واتسلى معه. بابا الله يوفقك، الله يخليك، خليني روح شوف خيرية، والله كتير مشتاقت لها كتير. شو صار لك هدى؟ كني وعدي هلأ بعد الغدا منروح أنا وياكي. طيب. وأنا كمان وعدته إنه نروح نعايد عليه. تركته عم يرتب البيت ويشطفه ويمسحه، وهلأ بيكونوا تركنوا. طيب ماشي، أمري لله. وهي قاعدة. أيام زمان كانت الساحة عم تنغل نغل بالولاد.
وصوات وضحكات واصلة للسما. يا هو بكرة بترجع بتتعبى وبيرجع العيد أحلى وأحلى. الله كريم، ألف الحمد لله، ألف الحمد لله. لأول مرة بحس إنه في عيد ببلدنا من كذا سنة. خيرية خفي ايدك، خلصيني بقى. يلا خيرية، يلا 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 خلصت. شو صار معكم؟ مطولين؟ لك لا ما خلصنا. طيب شو اعمل انا؟ لا تعمل شي، خليك برا هلا، بس نخلص بتفوت الاغراض. ليكنا رح نخلصها. لك حزومي، شفته وانا جاي بالطريق. مين؟ يا ستي شفت ابو تحسين كان راجع من التربة والتقينا براس الحارة ووعدني يجي عيدني. يعني رح شوف هدى؟ والله اشتقت لها كتير. يا ستي روقي، هي رجعت رفيقة من رفقاتك القدامة. والله ما في منهم بيت أبو تحسين. يا ترى شو أخبار تحسين وأخواته؟ ما لحقت أسأله، هلأ بس يجوا بنسألهم. والله زمان، يلعن أبو الحرب وساعتها شو فرقت بين الأهل والجيران. من مكتبة الإذاعة السورية. أهلين وسهلين عمو أبو تحسين. أهلين. السلامة، شرف شرف. وينو المنظومة أبو حيدر؟ ليكو جوا بالبراكية. خير في شي عمو؟ اندهلوا زكاتك، عاوزوا. إيه حاضر دقيقة. معلم، يا معلم، أبو تحسين بده إياك. وهني جاي. أهلين أبو تحسين. أهلين. إن شاء الله كل سنة وإنت سالم. وإنت سالم. انزيل انزيل، صف هالسيارة وانزيل. كل عام وإنت بخير، إنت وكل الشباب. يا سيدي نازل، بس يا ريت تبعت لي حدا من الشباب يحمل معي. جايب لكم رز وشاكرية سخنين، هلأ نزلوا عن النار. اشتهيت لكم ياهم بهالعيد، ويا ريت ما تخجلني. الله يسامحك يا أبو تحسين، إيه معقولة أنت معذب حالك؟ والله خير الله موجود. هلأ جبتهم يا أخي، ولا تخجلني، فضلت خيرك. إن شاء الله ربي بيعيدوا عليكم وعلى هالبلد بخير وسلامة. يا سيدي مقبولي منك، إلهي ومولاي يتقبل منكم صالح الأعمال. صف صف نزيل، لكن نزيل ولو يلا رح أصف، الحقني. تفشى تفشى لجوا كمان. يلا يلا هاتي امي. منيح هيك؟ هاتي التكاية خيرية، خلصيني تفشيها لهون. ايه ما عم بقدر. بعدي 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 هيك، لك بعدي هيك انا بتفشى. طيب روحي روحي من هنيك ساعديني. يلا هي على قامتي. ايه كنت لحالي طالعن وفوتن. روحي هيك انت التانية، احمل معي ابو دياب. يلا يلا. منيح هيك؟ مناح مناح، بيقضوا غراض. المهم انه سكننا يا ابن الحلال. يا سلام، صارت القعده بتشهي والله. وهي قعده. ايه قومي قومي، قال هي قعده، قال قومي. خليني ارتاح شوي امي. قومي خلصيني، خلينا نجهز الغدا. اخواتك جاعوا عم يلعبوا بالحاره من الصبح. قومي خلصيني لك بنتي، ما سمعتي ابوكي؟ جايين الجماعه لعنا لك. قومي قايمه. اف على مالك على البنت شوي. ايه والله الكيف. يعني أنا يلي مالي هالكانة يا رجال، أنت ارتاحوا معليك. حسبي الله ونعم الوكيل، أمرك يا ستي بأمرك. ايه سيدي حطن هون، يسلموا دياتك يا ابو تحسين. يلا. ايه سيدي بدك مني شيء يا ابو حيدر؟ انا مستعجل بدي امشي. وين رايح؟ عود. والله بدي روح، العيال عم يستنوني على الغداء.
يلا صحتين، السلام عليكم. ما بتعرف يا ابو تحسين قديش بدي اشكرك، يعني معقول جايب لنا الغداء ولسه حضرتك ما تغديت؟ ايه هي كبيره يا ابو تحسين. وكل الله يا زلمه، وكل الله، نحن صرنا اهل. ايه والله انتو بغلاوه ابني تحسين. الله يرد لك اياه بخير وسلامه. يا الله خاطرك ابو تحسين. لحظه شوي، شو مشان الصحون والمواعين؟ يا ابو حيدر ما في مشكله، انا بنشع باخذهم ولا يهمك. يلا كلون اسمهم سخنين. سلام عليكم. الله معك يا ابو تحسين. يا عمر، عمر. نعم معلم. جيب صالح وتعب بسرعه، وخلي سمير على الحاجز يدير باله منيح. حاضر معلم، جايينك فورا. لين ابو محمد، ان شاء الله كل عام وانت بخير. كل سنه وانت سالم اخي ابو دياب. كيفك؟ طمني عنك، كيف العيال جميعا؟ والله الحمد لله، كلهم بدعوا بسلامتك. كيف حرستا واهل حرستا؟ تمام التمام، احلى رواق والله، ما في احلى من هيك. امو تعالوا، هات العيال وتعالوا. ان شاء الله قريبا جدا اخي ابو دياب. طمني، كيف الخدمات؟ كيف الكهرباء؟ في كهرباء؟ شو الوضع؟ والله يعني الخدمات يا صاحبي تعبانة، يعني بدك تقول نص على نص، حارات فيها وحارات ما فيها، والمي كمان نفس الشيء، يعني في شوية معاناة، بس يلا ماشي الحال، عم نمشي الحال بعين الله. يلا بدها صبر وشوي شوي بتتحل حال الأمور بإذن الله. المهم سكنت واستقرت أمورك. الحمد لله رب العالمين، ضبطنا البيت من قريبه، ماشي الحال. إيه ألف الحمد لله. حبيت عايد عليك لأول مرة بالشام، إن شاء الله من عايد عليكم بالصحة والسلامة. أماني تبلغ سلامي للجميع، وأنا بأقرب فرصة ما بتلاقيني إلا صرت عندك بإذن الله. بتشرف أبو محمد، بتشرف، نحن ناطرينكم. ها إن شاء الله. سلام. الله معك. يا جماعة فوت أبو تحسين، فوت. أهلين أبو تحسين، شو وينك لهلأ؟ أتأخرت، برد الأكل، مو طيبة الشاكرية باردة. أنتوا بلشوا كلوا كلوا، أنا بدي غسل إيدي. يلا جاي لعندكم. يلا يلا بابا، بدنا نروح، عجلك شوي. أوهو هلأ هذا يلي شاغل بالك. لحين لحين قاعدين الجماعة مو هربانين. يلا سموا بالله كلوا. تحسين شبك أنت تحسين؟ ليش ما عم تاكلي؟ تذكرت تحسين يا أبير قلبي، والله استنغصت له بهالأكلة، بيحب الشاكرية كان. أبصر وين بيكون هلأ؟ الله يكون معه وين ما كان. آمين يا رب. كلي كلي يا بنت الحلال، كلي. طولي بالك. الله هو الحامي. إيه والله كان أخي يحب له هالأكلة، بس خلص هلأ طولي بالك. إيه والله. تعرفي يا أم تحسين؟ هلأ وأنا عم ودي السكبة للشباب اللي على الحاجز، حسيت كأنه أخذتهم لتحسين، ومثل ما أخذت لهم بيكون الله بعت له ناس ياخذوا له سكبة بهالعيد. إيه والله هيك قال لي تحسين لما كان بإجازته يلي كانت بالعيد الصغير. وهلأ كلي كلي. تعرفي عليم الله شوفت هالولاد بالساحة وهن عم يغنوا ويصيحوا ويلعبوا، شغلة بترد الروح. الله يحميهم. قليلة هي قليلة، لولا هالشباب الله يحميهم ما عيدوا. آخ يا أم تحسين، آخ، سبع سنين سبع سنين وعايشين برعب، كل أيامنا رعب وخوف وقلق. أي والله وين كنا وين صرنا؟ هذا الأمان اللي نحن فيه اليوم غالي كثير كثير يا أم تحسين. أي والله غالي، واندفع حقه غالي غالي كثير. الله يسلم تمك يا بابا. أي والله الحمد لله، ما عاد سمعنا لا صوت رصاص ولا قزايف ولا انفجارات، في أحلى من هيك؟ ما في أحلى من الأمان يا أمي.
يلا كلي هلا، لك لا تقلبي لنا اياها غم، يلا يلا ام تحسين كلي. الله لا يحرمني منكم. شو هاد شو هاد يا يوم؟ لك على مهلك على مهلك عمار، ما رح يهرب الأكل. إيش هاد يا سيدي، والله أكله والله رح زجلها ذكرى، ذكرتني بأكلات أمي بالعيد، شاكرية ورز. يا مو على الله يا مو على الله، إيش بخ صالح لا تخجل، مد إيدك كل كل. شو صالح كيف شايف للغداء؟ والله يا سيدي شغلي حتى تعرفوا شعبنا قديش طيب وبيقدر تعبنا. ايه والله، عشان هيك بدي منكم على الحاجز تكونوا مع الاهالي محترمين اكثر واكثر، وتحسوا بهدول الناس اللي عم يحسوا فينا، ونعاملهم مثل اهلنا تمام، بنقوم بواجبنا معهم وكانهم اهلنا. طبعا والله يا سيدي نحن ما عم نقصر معهم. إلا كان معلم، لك انا بحس كل حرمه كبيره كانها امي، وكل ولد صغير كانه اخوي، بس الحذر واجب. سوا يا شباب سوا ابو حلال. ناولني بصلي صالحات هات. صح وانا شبكي مدياب؟ ليش قاعدة لحالك؟ أوف 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 أوف، عم تبكي؟ خير شبكي؟ معلش هدي هدي مدياب هدي، بدها صبر، إن الله مع الصابرين، هيك رب العالمين قال. ونعم بالله، بس والله ما منستاهل يصير فينا هيك، قليلة هالعيش اللي عشناها، والله ما عم أصدق. يا الله يا الله المناظر اللي شفتها بتبكي الحجر. ايه بسيطة بسيطة، كله بيتصلح وبيتعمر وبيرجع مثل ما كان وأحسن. استهدي بالله يا بنت الحلال، المهم انه رجعنا لبلدنا وهي بيتنا ماشي حاله الحمد لله. اي والله غيرنا بيوت على الأرض، يعني بيضل وضعنا أحسن من غيرنا، شو بدنا نعمل؟ هيك الله قدر. بتهون ام تياب بتهون، يلا قومي غسلي وشك واستهدي بالله، الجماعة هلأ جايين، مو حلوة يشوفوا عيونك أم الرمي. يلا الله يرضى عليك، قومي قومي يلا. شو جاهزين؟ لحظة أبو تحسين لحظة. يلا أنا جاهزة. لك لك هاي أول مرة بتجهزي قبل أمك. شو كل هالقد مستعجلة؟ شو في حبيبة قلبي خيرية؟ ايه والله يا بابا مستعجلة لأنه كتير مشتاقت لك. وهي أنا كمان جاهزة كتير عاد. يا عيني عليك. يلا تفضل يلا. احترامي معلم. أهلين احترمناك، خير شو في؟ معلم هدول عيلة قال جايين يتفقدوا بيتهم ومعهم غراض. ما هون شي يثبت انهم من سكان المنطقة. ايه معلم، الرجال معه سند إقامة وهويته ودفتر العيلة كمان. وشو معه غراض؟ مثل العادة معلم، معه ثلاث بواب مستعملة وشوية شبابيك، شوية حنفيات، قال هدول مشان الترميم. ايه معلش، طالما من سكان المنطقة خلي يفوت، نحن مهمتنا هون نسهل أمور الناس يا عمر، مو نعقدها. يا الله يكون بعون العالم، المهم تكون أموره نظامية والباقي ما في مشكلة، خلي فوت. حاضر معلم. يا أهلين وسهلين بهالقامة وبهالعين. يا أهلين. إن شاء الله كل عام وأنتم بألف خير، نورت الشام بوجودك أخي أبو دياب،
عليم الله، انبسطنا خيرات، الله برجتكم بالسلامة. ونحن بالأكثر أخي أبو حسين، نحن بالأكثر والله. لك شلونك خيرية؟ شو أخبارك؟ يي شو حليانة يا درسانة. وأنت كمان، وكتير مشتاقت لك. تعي تعي محكي جوا. يلا يلا امشي. يا ميت أهلا وسهلا بأختي أم تحسين، شلونكم؟ طمنونا عنكم. ايه والله الحمد لله بألف خير. اسأل الله، اسأل الله يا أم دياب على هديك الأيام شو كانت ما أحلاها. ايه والله اسأل الله. تفضلوا تفضلوا عدو تفضلوا. يا ميت أهلا وسهلا، زارتنا البركة والله. يخليك يا رب، يخليلي ياكي، والله فرحت فيكي كوميا. يلا هاتي لشوف، احكي لي كل شي كل شي عنك من وقت اللي طلعتوا لهلأ. لك آخ آخ، رحلة فيها عذابات قد ما بدك، بس كمان كانت ممتعة ومفيدة. لك نسيلي العذابات هلأ، بدي هاي هاي تبع الممتعة والمفيدة. يا ستي، طلعنا من هون على طرطوس لعند أبو محمد يلي كان جارنا، ذكرتيه؟ ايه ايه. والله زلمة ما قصر، قعدنا عنده كم يوم وبعدين أخذنا بيت بالأجار وقعدنا واستقرينا. ايه. وهنيك أخذت ورائي وسجلت بثانوية قريبة من البيت، ودرست الحادي عشر والبكالوريا وأخذتها بعلامات منيحة، وسجلت بجامعة تشرين باللاذقية، وهلأ أنا سنة تانية حقوق. يا سلام حقوق، بتعرفي إنه هذا كان حلمي؟ والله نيالك خيرية، حققتي حلمك. إيه والله هذا كان حلمي، والحمد لله دخلت الكلية وأخذت غرفة مشتركة بالمدينة الجامعية. ألف مبروك حبيبتي، كتير منيح. المهم شلون العيشة هنيك يعني؟ هلأ الكذب حرام، والله العيشة هنيك حلوة، بس اختلف كتير الجو علينا. هنيك رطوبة وبحر ومطر، يعني الجو بيختلف عن هون. إيه هذا بخصوص الجو، هالحكي بعرفه مذيع النشرة الجوية كل يوم بيقلنا إياه. بدي الجو التاني التاني لك الجو، فهمي علي. الجو الجو. إيه لا يروح فكرك لبعيد، يا دوب ملحق دراستي، ماني فاضية لهذا الجو كله. جي علي هالحكي هاد، طلعي من هالبواب واحكي بقى، خلصيني. آخ منك لساتك قوية. يا ستي في فرق بين البيئة اللي عشنا فيها والبيئة يلي هنيك، يعني يا علينا خلصنا من الأرصاد الجوية، طلعتيلي بالبيئة هلأ، لك فوتي بالموضوع بلا لف ودوران وبلا فلسفة، عطيني من الآخر. اي شو بدي أحكي لك، عم قلك في فرق، وهي من حسنات الأزمة، هذا إذا كان إلى حسنات. تعرفنا على جو مختلف وعالم مختلفين، يعني العيشة هنيك غير شكل. أيوة فهمت عليكي، رح تضلي عم تتهربي. صدقيني يا هدى، كنا نروح على البحر هيك يومين ثلاثة، يعني سلوى أو نرجع، بس هالمرة صرنا نحن والبحر جيران مدة 6 سنين، صرت أنا والبحر أصحاب وأعز أصحاب كمان. إيه ها هلأ بلش الحكي اللي فيه الفايدة والمتعة، كملي. والله كل قعدة قدام هالبحر وهالموج، المسويات أو الصبحيات بتشرح القلب. يا سلام هالحكي شرح قلبي بس من السمع، قلتي لي قعدة وموج ونسمات. يلا كملي كملي. عليكي. والله يا أختي أم دياب، نحن على علمك ما طلعنا، ضلينا هون. بس شو بدي أحكي لك لأحكي لك، الله وكيلك دقنا المر، اتحكموا فينا بأكلنا وشربنا ونومنا، وعشنا كلها سنين تحت رحمتهم. الله وكيلك شهونا الملح، شو قيمته الملح؟ ما في. وبعنا اللي فوقنا وتحتنا بس لناكل ونطعمي هالولاد. ايه خلي الله ربي، والله قضينا المقاضي بهديك الأيام. طيب وتحسين شو أخباره؟ تحسين احتفظوا فيه بالعسكرية، ولساته لهلأ ولي على قلبي من حمص لحلب لدرعة، وهلأ بسويدة. كنا كل ما بدنا نشوفه ننزل عالشام لبيت بنتي نشوفه هنيك ونرجع، حتى حكي ما نسترجي نحكي معه. وكل يوم كانوا يجوا يهددونا إنه إذا كمشوا ولي على قلبي بدهم يذبحوا. الله وكيلك عشنا على أعصابنا كل هالسنين. يا ربي ستي. المهم هلأ طمنيني عنكم أنتو، شلون قضيتوا كل هالسنين؟ وشلون كانت عيشتكم بالساحل؟
والله يا أختي ما كان في شي من كل يلي عم تحكي، مرتاحين وكل شي متوفر، وأبو دياب أما انشغل واشتغل ويعني كانت الحالة منيحة، بس بتضل الغربة غربة، يعني حاج بقى حلنا نرجع لبلدنا، هون أريح لنا يا أختي. إيه والله. تعي حبيبة قلبي تعي. شو أمي؟ أهلين. شو بكون ليش هيك مو طالع صوتكم؟ خليها لله. يلا الله لا تقلبوا لنا. شو بكون؟ شو بدكم يعني أنتو كمان؟ إيه صحي شو بدنا نعمل يعني؟ منغني. إيه والله فكرة حلوة. إيه والله أغاني شو ما في أحلى من نوم. لا أنتو من عندكم. من عندكم. يلا من عنا أمتي. من عنا شو بدنا نقول لخيلك؟ يلي عليك يا الدلال يا حلوة انزلي، ما بنزل ما بنزل يا دادا ما بنزل إلا بحلق الماس، والماما تفصل تفصل والبابا يحول يشتري. شو هاد يا شو عم نسوي عم تغني؟ شو هالشيز حلوة هذا؟ يسلمتمكن يسلمتمكن هيك هيك رجعتونا لأيام زمان. الله جد عم تحكي يا أبو دياب؟ والله ما عم صدق. وجد الجد كمان، أنا من تمه سمعتها، قال لي ما رح أبيع ورح يرجع يرمم بيته ويسكن ولاده فيه يلي عم يدرسوا بالجامعة. بس ما عم تركب معي منوب، شلون هاي؟ أنا فكرت بعد اللي صار عمره ما رح يرجع لهون ولا يجي عالشام أصلا، وكل فكري إنه رح يبيع. والله يا أبو تحسين قعدنا عنده بالضيعة 6 سنين ما سمعنا كلمة تزعجنا، واشتغلت هنيك وعملت ورشة نجارة وعلمت 3 شباب الصنعة وصاروا معلمين كمان، ولما قررت أرجع أعطوني مبلغ محترم وتعويض على تعبي معهم وترجوني إني ضل معهم، وكله هاد كان بفضل أبو محمد، هو اللي أمل لي البيت والشغل لحتى رجعت لهون. وإذا جيت الحق والصدق ما بدهم ياني أرجع منوب، هذا اللي بيصون الخبز والملح يا أبو تحسين وبيحافظ على المودة والجيرة. شلون بقى بدي كافيون؟ شلون؟ اي والله العظيم كان احسن من اخ. اي والله معك حق. تعرف انا ندمت اني ما رحت معك، لانه لو تعرف قديش قضينا ايام الله لا يورجيها لحدا. امين يا رب. الله وكيلك ورجونا نجوم الظهر، رغيف الخبز ما نحصل عليه لنطعمي اولادنا. لا اله الا الله. شلحونا كل شي معنا، بعنا كل حيلتنا بس لناكل. الله لا يسامحهم، الله لا يسامحهم. يا سيدي يلا غيمة سودة ومرقت، نحن أولاد اليوم ما رح نفقد الأمل أبدا، ولا رح نسمح لليأس يتملك فينا، بدنا نرجع نعمرها بإذن الله، من عمرها مثل أول وأحسن كمان. إيه الله يسمع منك، بس برجع بقول حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله. وهي حكيت لك كل شي عني بالتفصيل الممل. هاتي لشوف انتي شو عملتي بهالست سنين. انا يا حسرتي على حالي، انا بطلت من المدرسة وقعدت بهالبيت. ايه بعد ما عملوا كل شي شرعي، طبعا الشرعي اللي على كيفهم هنين، الدراسة والطلعة والفوتة والحكي كله على اساسهم الشرعي دخيلهم. لا وكملت معي امتى؟ شو امتى؟ لما اجوا عرسان منهم كوام كوام. اوف. ايه لكان وكله من اللي بيحبوا قلبك، شباب مثل الفلة، كل واحد دقنه هالقد هالطول وعدي على أصابعك، أبو عمر الشيشاني وأبو طلحة التونسي وأبو عبد الله السعودي وأبو أبو أبو. ولولا حلم الله والناس الأوادم بهالبلد لك كانوا أخذوني غصب عني، بس بابا الله لا يحرمني منه، وكم رجال آدمي وقفوا بوشهم ومنعوهم. لك الله لا يسامحهم شو عملوا فينا، الله ينتقم منهم، الله ينتقم منهم ومن كل ابن حرام فوتهم على هالبلد.
البلد، لك ما شبعوا تقتيل وتذبيح بهالعالم، الله ينتقم منهم. يا ربي دخيلك. طولي بالك هدى، خلص اهدي اهدي طولي بالك. مرحبا صالح. أهلين عمي عمر، شرف استلم الحاجز. بعتذر منك تأخرت عليك شوي. ولا يهمك. إيه صالح، لساتك مصر تروح لعند أهلك؟ لازم روح يا عمر، وصلني خبر إنه الوالد تعبان شوي. بس بكرة الصبح لازم تكون هون. ها المهم شوف الوالد واطمن عليه. معافى إن شاء الله. أنا واصل لعند أبو حيدر خبره أني ماشي، إذا مرقت سيارة نازلة على البلد ناديلي. طيب بس لا تأخر. خلصنا هدى، ما صار شي. انتي بتقدميها السنة وبتاخديها للبكالوريا وبتسجلي بالجامعة. لك بعد شو، خلاص انا راحت علي. ما راح شي، خلي عندك امل ببكرة. هي رجعت الامور مثل الاول، قدميها حرة وخديها. صدقيني ما في شي صعب، بس الانسان يقرر بيحقق حلمه، ما في شي بيمنعه ابدا. وانتي حلمك كان حقوق مثلي، خلص مثل ما عم قلك، انتي بس قرري وانا رح ساعدك ولا يهمك. وهاي جبت لكم العصير لهون. الله يسلم دياتك يا خالته، هاتي هاتي عنك. خير هدى شبك؟ لا. ليش وشك معبق؟ شبك لك بنتي؟ ما في شي. شلون ما في شي؟ مبين عليك كحلتك شاطة وبكيانة. ما في شي امي، بس كنا عم نحكي عن المآسي اللي قضيناها بهالحرب. وقال شو راحت عليها. لح يا هدى، انتي البنت العاقلة الراكزة عم تحكي هيك؟ مو اتفقنا تقدميها السنة وتاخديها وتسجلي بالجامعة؟ ايه ها هذا الحكي اللي بينحكى، يسلم هالتم يا امي. ان شاء الله. وانا عم قلها هيك، وحياة عينك ما رح يكون مكتبك غير جنب مكتبي. خلي بكرة احلى. بكرة شو؟ احلى. احلى شو؟ احلى. الله لا يحرمني هالضحكة الهي. يلا يلا عن اذنكم وانتو كملوا حديثكم، بس شو اتفقنا بكرة شو؟ احلى. بكرة احلى. الله أبو محمد، إيه ما في منه، ذهب على ألماس. مضبوط. عشنا عمر مع بعضنا وما شفنا منه إلا كل خير. بس آخ آخ، ليش هيك صار معنا ما بعرف. شو رأيك هلأ أنت قله ونعايد عليه ونعمل إياه مفاجأة؟ إيه والله، معك رقمه؟ طبعا معي رقمه. ها رح طالع الموبايل. ها يلا أقوام. إيه والله مشتاق له، مشتاق له كثير. يلا يلا لحظة. شو؟ رن؟ حاكم هون بتغطية ضعيفة. ايه فعلا. ها رن رن. الو، السلام عليكم، شلونك ابو محمد؟ اهلين اهلين اخي ابو دياب. اخي انا عايدت عليك الصبح، بس معي واحد بحبك وحابب يحكي معك ويعايدك. شرف شرف ابو تحسين. ابو محمد الغالي، كل عام وانت بخير، لك كيفك يا طيب؟ اهلا ابو تحسين، ولك كيفك؟ كيف عيالك؟ كيف أختي أم تحسين والأولاد؟ إن شاء الله كلكم بخير. كيف العيد معكم؟ إن شاء الله كل سنة وانتو سالمين. نحن كلياتنا بخير ومشتاقينكم، عليم الله إنكم بالبال، وإن شاء الله بنلتقي عن قريب. وحياة عينك بأقرب فرصة راجع على حرستا لعند الناس الطيبين، وراح أرجع أرمم البيت وأسكن فيه بإذن الله. طمني. أمورنا بخير وعايشين من فضل الله، وكله من أحسنه. الحمد لله الحمد لله، مو ناقصنا شيء إلا شوفة وجوهكم الطيبة. بإذن الله قريبا قريبا راجعين على حرسة، وبدنا نرجع للسيران على دوما يا أبو تحسين، وعلى عربين وعلى حزة. راجعين عمي راجعين. لك يسلم هالتم، عم تحكي درر والله. ناطرينك أبو محمد، ناصرينك. أماني أماني،
سلم على أختي أم محمد والأولاد والجميع. وأنت كمان سلم على أهل جميعاً وعلى كل الجيران، وقل لهم أنه أبو محمد راجع، راجع بالتأكيد. روح، ربي يطول بعمرك ويخلينا إياك. اللي بدك شيء عاود شيء. السلام للجميع. الله يسلمك ويحفظك. لكنا هون أبو تحسين، فوت تعال هون. أهلين بابا، خير إن شاء الله. قلي شو الأخبار؟ شو هالاجتماع اللي كنت فيه؟ والله الأخبار اللي سمعتها طيبة وبتفرح القلب كتير منيح. هات بشر طالما الأخبار حلوة. يا ستي، راح يرجعوا الغياب وترجع بلدنا مثل أول. يا رب. قالوا راح ترجع دفعات جديدة من المهجرين من جوات البلد ومن برات البلد كمان. أيوة يا رب يا رب يلتم الشمل على القريب. يا رب، قولوا يا رب. آمين يا رب العالمين. الله يسمع منك يا حق. والله فرحتني يا أبو دياب. يعني رح يرجعوا إخواتي؟ لك كل العالم رح ترجع، وعم ينظموا قوائم بالأسماء حتى يرجعوا الكل. يعني رح يرجع ينلم شملنا. حتى اللي راحوا على ألمانيا؟ لك عم قلك كلهم كلهم، يعني اللي تهجروا على المدينة أو على المحافظات أو برات البلد، يعني يلي بتركيا ويلي بأوروبا ويلي بالأردن، كله رح يرجع. إيه؟ وإن شاء الله قريبة، قريبة كتير بإذن الله. يا رب. يا رب يا رب يا رب ترجع كل الناس لتعيش بدياره. يا رب يا الله. والله اشتقنا لللمة الحلوة، واشتقنا لعجقة السوق، واشتقنا لطوابير المدرسة، للمكاري وزماميرة، للمزرعة والبقرات والغنمات والعنزات. الله يسمع منك يا بابا. هانت لك بنتي، هانت. مثل ما رجعنا والله أكرمنا، كله بده يرجع، بس انتوا قولوا يا رب. يا رب يا رب. مين تحسين؟ لخميت السلامة يا خاي. إيش هالمفاجأة الحلوة؟ ألف الحمد لله على سلامتك. انزل انزل من السيارة. لك مشان الله خليني أروح على البيت، حالتي بالويل. إيه حالتك مثل حالتي. انزل خلصني. معلمي أبو حيدر، تعال شوف مين في بالسيارة. طول بالك. لك شباب شباب، لك عمار شو في؟ ليكو هذا ما عم يرضى ينزل من السيارة. مين ها؟ تحسين؟ يا ميت، أهلا وسهلا. انزل انزل لك عمو، انزل. السلام عليكم. أهلين لك تحسين، أهلين. لك إن شاء الله كل سنة وإنت سالم. طمني عنك، طمني كيف الوضع بالسويدة؟ على كيف كيفك معلم. الدواعش مثل الإيراني، هالكم يوم رح تسمع أخبار طيبة. خلصت معلم، خلصت. الله يسمع منك، عليم الله بيضت وشنا. تعم تعم، فوت فوت، خلينا نشوفك شوي. طول بالك شوي، بدي إلحق روح شوف الأهل. حاكم ما عندهم خبر، عامل لهم ياهم مفاجأة، وما معي غير 48 ساعة، بقى خليني روح كرمال الله. ماشي، راح خليك تروح، بس خود معك هالمواعين. الوالد الله يطول بعمره ضيفنا شوية أكل. يا عمر جيب المواعين عجل. أمرك معلم. أمانة أمانة يا تحسين، سلم لي على الوالد والوالدة والأهل. أبوك مفضل علينا. ها لا يا عمي، ولو فضلنا على حالنا، ليش أهل السويدة قصروا؟ الله عليم، مناسف كانت مرصوفة قدامنا كل هالفترة. إيه أهل كرم وعز والله. أكيد أكيد ما بيأسروا، أهلنا بجبل العرب أهل كرم وجود. شرف معلم، وهاي المواعين مجليين وعبلمع ولمع. شرف وتيسر، الله معك عمي تحسين، وبس تحس حالك فاضي مر لعنا. بأمرك عمي بأمرك، أكيد رح مر. يلا السلام عليكم. الله معك. مع الله معك تحسين، سلم.
أهلين خارية، كيفك هلأ؟ روقتي؟ الحمد لله. إيه تمام منيحة. دريتي بالأخبار الحلوة؟ اليوم كانوا بالاجتماع بالبلدية وقالوا إنه كل العالم رح يرجعوا. إيه دريت ألف الحمد لله، حلت بشاير الخير لك خيرية، يعني رح ترجع أيام زمان ونرجع نجتمع كلياتنا أنا وإنتي وسلوى وناهد وصباح. لك يا الله شو مشتاقت لهم. هلأ سكرت التليفون مع سلوى، تعرفي شو قالت لي؟ قال رح يرجعوا من لبنان هي وأهلها. لك كل العالم فرحانة خيرية. إيه ألف الحمد لله. يلا جهزي حالك للسنة الدراسية الجديدة، قربت المدارس، بدنا ننجح، ولحتى ننجح بدنا نحضر منيح وندرس منيح. سمعانة؟ ولا يهمك، إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. يلا بدك شي هلأ؟ سلامة قلبي، باي باي. هدي عمو هدي، صفى اليمين دي. خير عمي؟ في شي؟ لا عمو، بس ضيق زكاتك. ايه بأمرك بأمرك، شرف. ايه والله، ورجعت الحياة للبلد، رجعت الضحكة لوجوه الأولاد الصغار، ورجعت الفرحة لقلوب الناس. يا لطيف قديش دفعنا تمن هالضحكة كرمال طيّت الأولاد بأمان. يا الله ما أجمل هالمنظر. شو عمين طولين؟ لا عمي لا، كمل طلع اليمين من هون. يا الله. أنا أجيت. تحسين، طوبرني يا أمي، طوبرني. جزيت لك يا روحي، جزيت لك يا حبيب قلبي، جزيت لك. طوبرني الله لا يعرفني من هالموت. إلهي الله يخلي لي. تحسين رجع يا أبو تحسين. أهلين بالغالي. أهلين يا أبي، أهلين فيك يا أبي. أهلين طوبرني. الله يخليك. كيفكم؟ مشتاقين لك. كيفك أخي؟ كيفك؟ شو أخبارك؟ أنا الحمد لله، جيت لحتى عايدكم. دوبر قلبي، دوبر قلبي يا تحسين، لك أحلى عيد والله، والله أحلى عيد. الحمد لله اللي رجعت لي سالم وغانم يا غالي، ولك أهلين، ولك أهلين، ولك. هذا أحلى عيد بحياتي كلها. تحسين لك دوبرني. الحمد لله، هلأ بقدر أقول كمل العيد معنا. إيه والله لا كمل العيد. شارك في هذه الحلقة وحسب سماع الأصوات بسام لطفي، عبد الفتاح مزين، صباح بركات، أميرة حديثي، فيلدا سمور، ميريانا معلولي، محمد فلفلة، يوسف مقبل، مرشد ضرغام، مجدي مقبل، عمر مولوي، فارس رفاعي، إيمان عمر، وريم مقدسي. كنتم مع التمثيلية الإذاعية سورية أنت العيد، من مكتبة الإذاعة السورية. المخرج المنفذ حمدي شويكي، سوريا انت العيد. وتحية من المؤلف أحمد نعمان والمخرج جمال عقاد.